ضمانكم هي منصة رقمية أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لفائدة المؤمنين اجتماعيا، وذلك من أجل تقديم مجموعة من الخدمات عن بعد. تم تطوير فضاء، وهذا الفضاء اسمه ضمانكم، هو أرضية رقمية توفر للمؤمن الاجتماعي الخدمات التالية. أولا يمكنه طلب الانتساب عن بعد، يمكنه تصريح بيوع الاشتراك عن بعد، يمكنه دفع الاشتراكات عن بعد، ويمكنه طلب الوثائق عن بعد. الإعفاء من تقديم شهادة الميلاد للمنخرطين وذوي الحقوق، وإعفاء المؤمن لهم للتنقل إلى مراكز المراقبة الطبية من بين جملة التسهيلات التي يقدمها الصندوق. تم إدراج بعض التسهيلات، من بينها أولا إعفاء من تقديم شهادة ميلاد المنخرط وذوي حقوقه، وكذا شهادة عدم الانتساب للاكناس من كل الخدمات المقدمة من طرف الصندوق، لا سيما الخدمات العينية معناتها لي بريستاسيون سيرفيس، منحة الوفاة، منحة التقاعد المباشر أو المعاش، منحة التقاعد المنقول، وكذا إعفاء المؤمن له من التنقل لمراكز المراقبة. يعني أوليو كان واحد الأدوية كانت خاضعة للمراقبة الطبية كونترول ميديكال، عفيناه من التنقل دروك. وكاين إعفاء واحد آخر تاع أبناء الشهداء من تقديم شهادة ابن الشهيد لاستفادة من المنحة أو التقاعد. كما تم إعفاء أصحاب العيادات الخاصة والصيدليات من تقديم شهادة تحيين، يعني ميزاجور أو سجل تجاري، من أجل التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. التسهيلات الجديدة لقيت استحسان المؤمنين المتعاملين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا في زمن الجائحة. بكري كنا نجيبوا النكاوي، والوراق اللي يطلبوهم كاع نجيبوهم من البلدية والمتكن، بصح ضروف ماناش نجيبوهم ضروف، موش يقولوا عليهم. الحمد لله رانا في سعاده، الحمد لله. يخفوا عليكم؟ يخفوا علينا، هو خفوا علينا التعب، واحد كيما انا ما نجي كان يقولوا لي جيب بارك زعما النكوه هي تاليه ورجع للبلدي تاعك، ما نجمش نرجع، ما نجمش. الحمد لله دخلوا لنا موت باس جديد، اعلام الي، تقدر تتعامل معاهم من البيت بالكمبيوتر، اعلام الي. الحمد لله يا ربي متوفرة كل الخدمات وسهلوا على المواطن. إذن هي خطوة إيجابية الرامية إلى عصرنة القطاع ورقمنته، والهادفة إلى تقديم تسهيلات لهذه الشريحة من المجتمع لتحسين مستوى الخدمات من بين مساعي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في انتظار تعميمها على باقي القطاعات.